السلام عليكم ورحمة الله، كيف رمضان معاكم والصيام؟ إن شاء الله تكونوا مرتاحين. زي ما شفتوا الحلقة الماضية مفروض إنه ندور على كروسون، بس هو مش موجود في المدينة الأولى لأني خلصت على الآخر، وهلا أجل وقت إنه ندور عليه في المدينة الثانية. يلا باغي 1789، يلا نروح. هاي وين؟ براش هاي المدينة هاي، على البندقية. يلا ندور على دون كروسون. ذا تيرتلز، السلاحف، اسم المدينة السلاحف. ليش هيك السلاحف صاير فيها؟ هذا الغبي بكهرب، ليش هيك؟ والله شكلهم أشرار الأغبياء تاعون السلاحف اللي هان. وهذا ايش حامل في ايده؟ درع. اوه هذا كبير يا وال، تهربني المجنون. ايها المكهرب الشرير خذ. حدائق السلاحف، ذا ثيرتلز جاردنز. يا حبيبي مالك يا هبل؟ اوف اوف، واو، عامل لي كاونتر. اوف صار يصدوا هدول كمان، مشكلة هيك يصدوا ويكهربوا ضرباتهم قوية. انني متكهرب، موت يا اخي. انا اللي جاي بدي اغدر فيك يا اخي. يا حبيبي في واحد عملاق مع درع. مرحبا. كسرته هو ودرعه. هاي الحاجة بتحكي لي هان في بوس خارق. الله يستر. يا غبي. طحنوني طحن. يا حبيبي هاي مشكلة. هاي يا حبيبي والله هربت هربة ملهاش آخر. مش مستعد أضحي في كل المصاري اللي معي. هلا برجع لهم وبغدرهم واحد واحد. نبدأ بالأول. ولك موت يا أخي موت. يا غبي. ضايل الغبي اللي معاه درع. لقيت الكافر دون كروسون. لقد وجدتك. هل انت رجل الكروسون؟ سيك ترانزيت غلوريا موندي. مندي طلع مش هذا هو الرجل الكروسون. حكى لي الرجل الكروسون متخبي في متحف اللوف. هذا متخبي يا غبي. مين هذا الدب؟ كيف شافني؟ يا زلمة كنت بدي اغدرك.
يا دب يا غبي. اوف يا 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 غبي بسم الله. However, there's no way of knowing what he's doing there, and that's why we cannot tell you anything more. هذول الاثنين بيقولوا انه الشخص اللي انا بدور عليه هو اللي بيتحكم في الدمى. طب خد ها. بسم الله يا غبي خوفتني. وال في كمان واحد منه. لا ومولع نار ثاني. يا حبيبي خذ. والله وي هذا اقوى سلاح عندي هذا على الفاضي ولا عمل له اشي. الموضوع مش مبشر ابدا. المرحلة هاي كتير صعبة والوحوش اللي فيها كتير مجنين. شو الليفل هذا؟ خلصوا تزويدات دمي من اول وحشين هذا وانا حرفيا كل الليفلات قاعد بحطها على الدم والدفاع والامور هاي. يا رب خذ. اوف هذا بنزل كمان. دوري الف انا كمان. خد 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 موت. امانه برا. والله ما شفتك. اسف. بقدر اضرب ضربه مباغته. خذ يا ابن الدبه. كيف يعني والله بعيده هاي. اخر واحده. باي باي. هذا بسرعة مرحله يا حبيبي. واو كيف يعني؟ إذا جا الاثنين مرة واحدة مشكلة. لعبتي الثغرات الصغيرة. موت! ضلك الحقني يا غيري تعال. خذ. خلصت من اثنين اغبياء مره واحده الحمد لله. يا حبيبي ايش هذا الكائن؟ اوكي سكتوني. خذ. يا ده بوس. وال كمان تنتين زي هو بستشهد ولا صار له اشي. بأعجوبة بأعجوبة وكتير قنابل صراحة. طب انا جد مش عارف ايش اسوي اكثر من هيك. انا مطور دمي على الاخر ومطور دفاعاتي على الاخر. ايش اعمل اكثر من هيك؟ كل الليفلات اللي بتجيني انا بحطها على الدم والدفاع والامور هاي. ولا اشي عب قوي فيه هجومي. وبرضه بيكسونه كبس.
والله ما هو منطق. مجنون اللعبة هاي على الآخر. على فكرة وأنا بتضارب مع البوس الثاني لعبة علقت صار فيها كراش وسكرت وخسرت التصوير ساعة كاملة، حرفيا خسرت التصوير ساعة، راح الجيم بلاي مع اني كنت قاعد بصور، بس لما سكرت اللعبة تسجيل خرب، بعرفش كيف. المهم ما راحش عليكم كثير، هلا حروح له كمان مرة لاني ما عرفت اشوفه. الله لا من يحطوني هلا. والله هذا الدب بهدلني. اظن انا هيك جاهز للبوس. بخرته. بسم الله نشوف البوس الشرير. سلم علي الاخ. كيف يعني؟ وال ما تعرف. وال مستحيل. اوف هذا بده يسلم عليك كل مرة. اوف يلا يلا. اوف هذا متخبي في تابوت. هذا بحلم قاعد في كوابيس. اين الرجل الكروسون؟ ما لا هيدا هبلك. واو بدنا ننط نطه مش عارف تزبط ولا لا. بسم الله. واو نايس والله فنانة الحركة هاي. نايس بتجمد الوحوش.
اوه هذا ظل نايم ساعة. لا اذا زبطت باخذ لوت، اذا ما زبطت بموت. الله يستر. يا غبية امسكي. بدي فلوسي، بدي الألفين. طلع طلع. هلا صارت تسافر، على شوي بتعرف شو تنط، هلا بتسافر. كيف الفلوس صارت هناك؟ شو الليفل هذا؟ لا! اوه اوه يا ريت شيء محفز. والله توترت اعصابي تلفت. بخ. علمك تلعب معاي مرة تانية يا حيوان. نشوف الدب. يا زلمة كنت بدي اغرفيك، ليش شفتني؟ موت. يا الدب. اوه نايس. وهيك بنكون خلصنا من المدينة الثانية وخلصنا من متحف اللوف، بس برضو الكروسون ما كانش موجود. لازم هلا اروح على كمان مدينة وادور على الكروسون كمان مرة عشان بس اشوفه اكله واخلص منه. بس والله اللعبة كتير حلوة عن البداية. انتوا احكوا لي شو رايكم واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.